انت ايه صدفه في حياتك؟ صدفه بحته؟ صدفه مش فاكره، مش فاكره اي صدفه بحته في حياتي يعني غيرت او غيرت قدري يعني. حاجه كانت قدريه يعني؟ لا، ما حصليش اي صدفه قدريه الحقيقه في حياتي ابدا. ما اعرفش ليه، ده قله حظ ولا ايه؟ لا مش قله حظ، في حاجات انت مش مركزه فيها. ما هو على حسب ايمانك بيها. حصل اكيد، بس قد تكوني غير مؤمنه بالصدفه. ممكن تكوني انت شايفه انه حياتك دي بدراعك والتفاصيل اللي فيها بترجعي دايما اسبابها ليكي، يبقى انا مش انا غلطانه في الحاجه الفلانيه لاني ما فكرتش فيها وما رتبتهاش. ممكن ممكن في ناس بتؤمن بالصدف كده على روحها، عارفه انهم قاعدين. أيوه. مؤمنين بالصدف. لا يعني حصل صدفه دلوقتي افتكرتها. كنت قاعده برضو في النادي، كنت قاعده مع واحده صاحبتي وقاعدين بنشرب الشاي الصبح وبتاع، فجاء واحد صديق ليها عرفتني عليه وقعدنا اتكلمنا شويه ومش عارفه ايه وبتاع. وبعد كده انا سافرت دبي، كنت بصور مسلسل طويل في دبي، قعدت 6 شهور. رجعت بالصدفه، الشخص ده بالصدفه طلع شغال في القناه اللي عملت نفسنا، وكان هو ساعتها اللي رشحني لبرنامج نفسنا. وبرنامج نفسنا الحقيقه نفسنا كان بدايه جديده ومختلفه ليا على كل المستويات. فالصدفه البحته اللي جمعتني بالولد ده اللي هو صديق صاحبتي هي اللي خلتني في الاخر اشتغل في برنامج نفسنا اللي هو انا بشوفه وشه حلو عليا. يعني شايفه ان ده صدفه؟ دي صدفه عظيمه طبعا، لان هو رشحني من غير ما اطلب منه، انا ما كنتش عارف انه شغال في القناه. اصل ساعات بيلتبس علينا الصدفه مع انت السعي. انت شيرين امتى يعني؟ صدف ما عنديش صدف. ما عنديش. مش ممكن. ليه ما عندكيش؟ ما عنديش. اكيد قابلتي جوزك صدفه. طبعا. طيب ما يبقى صدفه. بس ما انا ده صدفه ولا نصيب بقى؟ ما انا لسه بقول انه ساعات ما بتبقيش عارفه تفرقي ما بين الصدفه والسعي وزي ما انت بتقولي والنصيب. ما انت ممكن تكوني بتسعي، انت لولا انك سعيتي ورحتي دبي وقعدتي بعيد عن اهلك 6 شهور وتعبتي ما كنتيش شفتي الراجل اللي بعد كده لما حصل ترشيحات لبرنامج افتكرك. يعني دي بقى بتبقى يعني ايه، شعره بسيطه جدا. هي صدفه ولا سعي ولا نصيب؟ يعني يبعد عن ان ربنا طبعا كل حاجه بايده، مفيش هزار. نتكلم في الحياه العاديه، الصدف الحياه العاديه العمليه اللي هي الحياتيه. لا ما عنديش صدف صراحه.